done before, what sort of things did she try? What avenues did she try for the government to change her attitude? I think that she had almost all the money with her. And Fatima is an amazing human rights leader. I think she's been enough from various places هاي الأخت خلت تضاعت شيء محسوس داخل سجن فرضه عليهم الملك نفسه. وما يثير الاستغراب أكثر أنها معركة انتقام تخوضها المملكة لأربعة من الأميرات عن عراق. داخل سجن فرضه عليهم الملك نفسه. وما يثير الاستغراب أكثر أنها معركة انتقام تخوضها المملكة لأربعة من الأميرات.